أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا سرحوهن بمعروف.
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله